الموعد والاقتصادي من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تونس تعتبر زيادة واردات الغاز من الجزائر مسألة وقت، وتنفي وجود نية في قطع تدفق إمدادات الطاقة من جارتها الغربية. الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من مواد البناء لمليار دولار، وترفع من توقعاتها بشأن إيرادات تصدير الإسمنت إلى 600 مليون دولار. والجزائر دائما تتوقع محصولا قياسيا من الحبوب، والاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة غذائية عالمية وشيكة. ارتفاع أسعار الطاقة يؤجل الاستثمارات العالمية في البتروكيماويات، وتهدد المعمورة باستدامة وتفاقم الأزمة على المدى الطويل. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل، اعتبرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نيلة نويرة أن استجابة الجزائر لطلب تونس لتزويدها بالغاز الطبيعي مسألة وقت، مرهونة باستكمال الجوانب الفنية والتقنية لتحديد كيفيات تنفيذ القرار. في مواجهة شائعات غضتها أطراف دولية بشأن عدم استجابة الجزائر لطلب تونس تزويدها بالغاز الطبيعي، وزيرة الطاقة التونسية تطل على الرأي العام عبر التلفزيون الرسمي نافية بشكل قطعي أي نية لقطع التزود بالغاز الجزائري. أنفي بشكل قطعي أي نية لقطع التزود تونس من الغاز الجزائري، لأنه سمعنا برشا كلام وهذا ما هوش صحيح. المسؤولة التونسية بلهجة الحسم أكدت أن الجهات المختصة في البلدان تعملان على دراسة العرض المقدم من بلادها قبل أن تدرج الفصل في الملف كمسألة وقت بإتمام الفرق المختصة استكمال الجوانب الفنية والتقنية لتحديد كيفية تنفيذه. نقول فما كمية إضافية، لابد من برمجة مسبقة ولابد من استعدادات فنية. اليوم احنا استيك من جهة تونسية والسوناتراك من جهة جزائرية، وأنا مع زميلي السيد وزير الطاقة في تواصل، ولكن صحيح اليوم اللي ربما اختلف هو اللي تبدل هو أنه ثم ضغط كبير على الطلب على الغاز نتيجة الأزمة الأوكرانية، لكن من الأخوة الجزائريين لقينا كل التفاهم في هذا المجال، وهم قاعدين معناها قاعدين الشركتين تدرس كل معناها الإمكانيات المتاحة، ونحب نأكد اللي هالخبر هذا ما عنده حتى أساس من الصحة. وزيرة الصناعة التونسية ذكرت بالشراكة التاريخية التي تجمع بلادها بالجزائر وفق عقود تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، اتفاقيات لم تتوانى الجزائر خلالها في الاستجابة للطلبات الجديدة المعبر عنها من تونس كلما اقتضت الضرورة لذلك. بالنسبة للغاز لابد باش نذكروا أنه بين تونس والجزائر فما عقود تعود للتسعينات. بمقتضى العقود هذه يتم معناها إمداد تونس من الغاز الجزائري، والعقد هذا منذ التسعينات قاعد يتنفذ بشكل طبيعي وطبيعي جدا ومن الجهتين. الحاجة اللي نحب نأكدها اللي صحيح احنا عنا بعض الأحيان طلبات إضافية، وهذا منذ سنوات براتيكمون في اوقات الذروه، خاصه في اوقات ساعات في الشتاء، واساسا في اوقات الصيف يكون عندنا طلبات اضافيه، ودائما تمت الاستجابه لهذه الطلبات. وتستفيد تونس من الغاز الجزائري وفق اسعار تفاضليه مكنتها من توفير ازيد من مليار ونصف مليار دولار كاعباء اضافيه نتيجه الفارق في الاسعار المطبقه من الجزائر عن شحناتها الغازيه المصدره نحو تونس عن تلك المطبقه في الاسعار الدوليه. وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية أعلنت عن إقرار زيادة في تسعيرة الكهرباء لأول مرة خلال 4 سنوات في إجراء يشمل 15% من الزبائن بصفة متفاوتة حسب مستوى الاستهلاك.
نذكر أنه آخر تعديل صار في أسعار الكهرباء والغاز هو صار سنة 2018، بحيث أكثر من 4 سنوات اليوم ما تعدلش سعر الكهرباء والغاز. التعديل اللي مشينا فيه واللي قمنا به هو تعديل ماهوش باش يمس 85% من الحرفاء الستين، نعم، اللي هما يستهلكوا أقل من 200 كيلوات ساعة في الشهر، واللي باش يبقاو يتمتعوا بدعم بأكثر من 60%. واضح، نعم. دونك اللي باش يشملهم التعديل هما فقط 15% من الحرفاء. نعم. وبصفة متفاوتة حسب الاستملاك نتاعهم. في شأن متصل، وقعت الجزائر وجمهورية الكونغو الأحد على حزمة من الاتفاقيات في مجال المحروقات وتحويلها. وأفاد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عقب استقباله بمطار الجزائر نظيره الكونغولي أن الاتفاقيات المبرمة تشمل تطوير البنى التحتية في مجال صناعة البترول والغاز والتكوين والتعاون الاقتصادي. ناقش طرفان الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث البحث والاستكشاف عن المحروقات وتطوير الحقول وكذلك التكرير. تدخل هذه الزيارة في إطار التبادل المثمر بين جمهورية كونغو برازافيل والجزائر، كذلك في إطار عدة ميادين وخاصة المحروقات، في إطار التبادل التقني من البنية التحتية لصناعة البترول والغاز إلى التدريب والتكوين في نطمح لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال البترول والغاز، ونهدف للاستفادة من تجربة الجزائر الطويلة في هذا المجال على الصعيد الأفريقي. نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر بين الوزارتين. استفدنا ونواصل الاستفادة من المنح الدراسية في الجزائر. للجزائر الفضل في تكوين الكثير من الكفاءات الكونغولية، من بينها الرئيس الحالي للكونغو. تعتزم الجزائر رفع صادراتها من مواد البناء لتتجاوز المليار دولار بنهاية السنة الجارية، مدعومة بزيادة قياسية في صادرات الإسمنت المرشحة لبلوغ 600 مليون دولار، في مسعى يستهدف تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات بنهاية العام الجاري. في معركة تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، تشكل مواد البناء طليعة ربح التحدي من خلال اقتحام الكثير من المؤسسات الصناعية الجزائرية مجال تدويل أنشطتها بإطلاق مبادرات متعددة الجبهات لتصدير مواد البناء. احنا كنا نستورد كل ما هو سيراميك، من بعد دخلنا يعني تبعا للبرنامج يعني تاع البرنامج يعني الدولة الجزائرية، دخلنا في التصنيع في سنة 2011، كان لنا أول مصنع في 2011، واليوم الحمد لله احنا يعني ننتج يعني قدرة الإنتاجية تبعيتنا لا بأس بها الحمد لله ما شاء الله. المنتوج راكم تشوفوا احنا الآن رانا متواجدين في باتي ماتاك، عندنا يعني منتوجات يعني ما شاء الله، منتوجات يعني اللي تنافس المنتوجات يعني الدولية. يعني اقتحمنا هذا المجال تاع الأبواب الداخلية والخارجية لمنافسة الشركة يعني المنتوج المستورد، وكذلك لتوفير مواد أولية يعني بمعايير دولية. كان لنا لقاء مع شركات خواص وعموم، حتى كان في متعاملين من خارج البلد من ليبيا تونس إفريقيا. الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي ثم التصدير، مسعى دشنته الكثير من الشركات الجزائرية بعد تغطية احتياجات الجزائر من مختلف السلع في مرحلة أولى، في وقت يراهن مهنيون في القطاع على جودة الإنتاج الجزائري لتحويل المبادرات التصديرية إلى فعل مستدام يضمن للبلاد إيرادات سنوية من العملة الصعبة. احنا صدرنا شركة هذه سكسيرام تصدر كثير، صدرنا لدول حتى دول أوروبية، يعني كانت لنا خبرة في تصدير دول أوروبية، وكان المنتوج نتاعنا مقبول لا بأس به الحمد لله. صدرنا لفرنسا، صدرنا لدول لمويا أوريون، صدرنا الأردن، اليمن، عدة دول يعني، صدرنا حتى لإفريقيا، ليبيا. احنا الآن هدفنا يعني احنا متواجدين لهنا في باتيماتاك باش نعرض المنتوجات يعني
منتوجات بمقاسات جديدة بأسعار يعني اللي تنافس كثير. شركة فتية جزائرية، منتوج جزائري 100%. احنا في اتصالات يعني جد متقدمة مع متعاملين اقتصاديين في دول إفريقيا ودول الجوار كليبيا، سنغال، موريتانيا. عندنا أقل من 15 يوم جانا وفد من تنزانيا، وإن شاء الله يعني في المستقبل العاجل إن شاء الله يكون أول حاوية إن شاء الله تنطلق من مصنع بور سيرام قطب السيراميك من برج بعيج نحو إفريقيا إن شاء الله. وتطمح الجزائر إلى تصدير نحو مليار دولار من مواد البناء خلال السنة الجارية وبلوغ 600 مليون دولار المسجلة عام 2021 باعتمادها تشجيع نشاط الإنتاج المحلي، توجه صنفته السلطات العمومية كضرورة حتمية في سياق تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات. في شأن الجزائر، دائما توقع وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني أن تحقق الجزائر إنتاجا قياسيا واعدا من الحبوب خلال هذا الموسم مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية. هني وفي تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد اجتماع لتأطير حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي، أكد أن جميع المؤشرات تبشر بإنتاج وفير بالنظر إلى الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر مايو الجاري. الوزير الجزائري أكد أن استراتيجية الدولة ترمي إلى تقليص حجم الاستيراد بعشرة ملايين قنطار والتعويض بالإنتاج المحلي. حذر الاتحاد الأوروبي من أزمة غذاء وشيكة قد تعصف بالعالم جراء استمرار الحرب في أوكرانيا. أقل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريال إن إمدادات الغذاء العالمية في خطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إن أول الضحايا سيكون من البسطاء في الدول الفقيرة، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تأمين استجابة دولية لهذه الأزمة. من جهته أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا عن استعداد بلاده لتوصيل الصادرات الغذائية إلى إفريقيا ومناطق أخرى حول العالم. كوليبا في تغريدات عبر منصة تويتر ذكر أن بلاده قررت إيصال الصادرات الغذائية إلى إفريقيا ومناطق أخرى عبر طريقين بريين لإنقاذ ملايين الجوع في إفريقيا ودول أخرى، قبل أن يتهم روسيا بتعريض ملايين الأشخاص لخطر الجوع من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية. أبدت ألمانيا استعدادها لمناقشة مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة أصول الدولة الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وزير مالية ألمانيا كريستيان ليدنر في تصريحات أدلى بها لصحيفة فاينانشال تايمز الأحد أكد أن بلاده منفتح على المقترح الأوروبي، مشددا على ضرورة إقناع رجال الأعمال الروس بالمساهمة في دفع تعويضات لأوكرانيا على أساس طوعي. ألمانيا منفتحة على مقترحات الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرة أصول الدولة الروسية لصالح أوكرانيا. نعتبر الصعوبات التي تواجه مصادرة ممتلكات الروس الخاضعين للعقوبات الغربية خطيرة للغاية وستكون لها عواقب وخيمة. الدول التي تقوم على سيادة القانون تضمن حرمة الملكية الخاصة. الصعوبات المرتبطة بالمصادرة عالية للغاية. ينبغي إقناع رجال الأعمال الروس بالمساهمة في دفع تعويضات لأوكرانيا على أساس طوعي، وبهذا الخصوص يجب إجراء مناقشات سياسية. في تداعيات الحرب في أوكرانيا، تسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط الخام والغاز في تأجيل الكثير من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات، مهددا العالم بتفاقم واستدامة أزمة الطاقة على المدى الطويل.
الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد التكرير أجبر كبريات الشركات الطاقوية على تأجيل بعث استثمارات جديدة في الصناعة البتروكيماوية، والسبب التكلفة الكبيرة التي لا تتوافق مع القيمة الحقيقية المتعامل بها في السوق. معطيات فرضت منطقة التريث في تسيير رأس مال المشاريع البتروكيماوية. أن الظرف يعني يعيشوا الاقتصاد العالمي مش سهل في تطوير هذا المشاريع، يعني البحث عن التمويلات، البحث على الشريك، البحث على المؤسسات التي تنجز على هذه المشاريع، وكذلك تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار اللي راح يخلي يكون تأثير كبير على المبالغ واستثمار الاستثمارات في هذا المجال. الحرب في أوكرانيا أخلطت كل الأوراق لتضع الصناعة النفطية والغازية في حالة ترقب مستمر لمتغيرات السوق بعد مواجهة مصاف التكرير متاعب مالية حال دون تدفق مزيد من الاستثمارات للقطاع. ربما تكون في مرحلة تريث، مرحلة تقريب 12 أشهر 18 شهر حتى ترجع الأمور إلى نصابها، اللي راح يخلي الشركات المستثمرة في هذا المجال يعني تتحصل على أحسن الأسعار فيما يخص إنجاز هذا المشاريع. بين تجميد وتعليق أو تحت مسمى التريث تتعدد التسميات ويبقى التوجه واحدا، الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية مؤجلة إلى إشعار لاحق. حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية من أن إيطاليا ربما تتجه نحو الركود إذا لم تحصل على أموال للتعافي، ودعا المفوض باولو جنتيليوني في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الأحد الأحزاب السياسية في إيطاليا إلى تفهم تغيير السياق ودعم جدول الأعمال الإصلاحي لرئيس الوزراء ماريو دراغي. المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حثت إيطاليا على استكمال إصلاحات طال انتظارها ومطلوبة لصرف أموال للتعافي في تقييمها لحسابات البلاد الاثنين. أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التوقيع على مذكرة تفاهم بهدف إنشاء سلسلة توريد بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري على نطاق أوسع. وأفادت وزارة التجارة الأمريكية السبت أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تسمح بتعميق التعاون بين البلدين وإقامة حوار تجاري وسلسلة توريد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. تخطط مجموعة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة بحلول آفاق 2025. وأعلنت المجموعة التي تضم شركة هيونداي موتورز وكيا عن خطط لاستثمار 5.5 مليار دولار إضافية في جورجيا لبناء منشآت للسيارات الكهربائية والبطاريات. جاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية. إنه لأمر رائع أن أكون هنا للإعلان عن 10 مليارات دولار في استثمارات جديدة في التصنيع الأمريكي. هذا الالتزام الجديد بقيمة 5 مليارات دولار لتكنولوجيا السيارات المتقدمة و5.5 مليار دولار لافتتاح مصنع جديد في جورجيا سيتيح توفير 8,000 فرصة عمل أمريكية جديدة. بفضل هيونداي سنكون طرفا في التحول بقطاع السيارات، ونسرع من وتيرة التحول نحو مستقبل كهربائي بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن كشف عن استهداف بلاده رفع مبيعات السيارات الكهربائية بحدود 50% من إجمالي المركبات المنتظر تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية في آفاق 2030. في العام الماضي جنبا إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وقعت على أمر تنفيذي يحدد هدفا يتمثل في رفع حجم السيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2030. إنه هدف طموح، لكنني أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك.
أعادت مدينة شانغهاي الصينية جزئيا تشغيل شبكة النقل العام الأحد في مؤشر على رفع تدريجي لتدابير إغلاق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين. ويستأنف الأحد تشغيل 4 من خطوط قطارات المترو 20 في المدينة إلى جانب بعض وسائل النقل على الطرقات وفقا ما أعلن مسؤولون الأسبوع الجاري، لتشكل شبكة أساسية تغطي كافة المناطق الحضرية المركزية. تشهد عدة مدن إيرانية منذ أسبوع احتجاجات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، في وقت أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن سلسلة الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية تشمل تعديلات جزئية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كالزيت الطهي واللحوم وكذلك البيض. في العاصمة طهران تختلف الأماكن والأسواق من شارع لآخر، وتتوحد المشاهد وتتكرر مشاعر السخط والغضب. الغلاء المستشري ورفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية ضمن مساعي سياسة ترشيد النفقات دشن لموجة غير مسبوقة من الغلاء في إيران بلغت نسبتها 300%. ارتفاع الأسعار أثر على العالم أجمع وليس علينا فحسب. ارتفعت أسعار اللحوم والبيض والفاكهة بشكل كبير. ألا يمكنهم معالجة هذه المشاكل؟ الأسعار لا تتغير بصفة يومية بل ترتفع في غضون ساعات. كيف يفترض أن يعيش الناس هكذا؟ الغلاء الفاحش أضعف الطبقة المتوسطة في إيران ووسع من دائرة الطبقة الفقيرة في بلاد يعيش أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر. ارتفاع الأسعار صار مرعبا. اسأل أي طفل أو مسن فسيجيبك بنفس الشيء، ما حد من القدرة الشرائية لعائلتي. فأسعار المواد الغذائية كالفواكه وغيرها ارتفع كثيرا. أعتقد أنه حتى لو تلقينا الدعم فلن يحدث ذلك فرقا في قدرتنا الشرائية. معدل التضخم الرسمي في إيران بلغ نحو 40%، بينما يتجاوز 50% وفق بعض التقديرات المستقلة. وقد فاقمت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الوضع بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير في أنحاء الشرق الأوسط بفعل أزمات سلاسل الإمداد العالمية في بلد يستورد نصف حاجيته من زيت الطهي مكييف، كما يستورد كميات معتبرة من القمح انطلاقاً من روسيا رغم تغطية الإنتاج المحلي نصف حاجيته من هذا المحصول. افتكت زيتون الجزائرية ميداليتين ذهبيتين في مسابقة دولية أقيمت بإيطاليا لاختيار أجود أنواع الزيوت، وفازت زيتون معصرة بغلية لصاحبها حميد كيارات بالميدالية الذهبية لأجود زيتون بكر الممتاز. تعد هذه الميدالية 19 التي فازت بها زيتون بغلية في كامل أنحاء العالم. وشارك منتج زيتون الذهبية من مدينة عين وسار لصاحبها حكيم عليلاش من الجلفة في مسابقة إيفو إيطاليا، وفازت كذلك بافتكاك الميدالية الذهبية، وهي ميدالية ذهبية جديدة في بلد يعتبر من أكبر منتجي مادة زيت الزيتون في العالم. باع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة من أسهمه في شركة المملكة القابضة إلى الصندوق السيادي السعودي. بموجب الصفقة باع الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيسي ومؤسس شركة المملكة القابضة 625 مليون سهم من حصته، تمثل نحو 17% من إجمالي أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة بسعر يتجاوز 1.5 مليار دولار. قبل الختام تذكير ما جاء في النشرة من عناوين. تونس تعتبر زيادة واردات الغاز من الجزائر مسألة وقت، وتنفي وجود نية في قطع تدفق إمدادات الطاقة من جارتها الغربية.
الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من مواد البناء لمليار دولار، وترفع من توقعاتها بشأن إيرادات تصدير الإسمنت إلى 600 مليون دولار. الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من الحبوب، والاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة غذاء عالمية وشيكة، وأوكرانيا تبدي استعدادها لتصدير القمح إلى إفريقيا. وفي النشرة تابعتم: ارتفاع أسعار الطاقة يؤجل الاستثمارات العالمية في البتروكيماويات وتهدد المعمورة باستدامة وتفاقم الأزمة على المدى الطويل. إلى اللقاء.